ان احنا بهذا المحتوى الكبير ممكن يبدا من الشباب ومن الطلاب ومن الباحثين ومن المتبرعين بهذه النخبه الطيبه الشبابيه الطيبه، نحن ممكن نقول هي بدايه انطلاقه قويه جدا للمحتوى للكونتين اللي هو اصلا نحن عندنا فيه شراكه قويه مع المركز القومي للمعلومات. لعلمكم سودتيل هي الرائده في مجال الشبكات، وصلت خطوط كبيره جدا للبنوك وللمؤسسات الحكوميه ولبعض الوزارات، لكن كلنا كسودانيين عندنا هم واحد، انه الشبكه لابد تستغل ويستغل فيها الاستغلال الامثل للمعلوماتيه، وخاصه انه نحن جايانا مشروع قومي كبير جدا للحكومه الالكترونيه. من الباب بتاع مسابقه الانترنت نحن نشكر اخواننا برضو في اكاديميه سودتيل اللي هم عاده ما يخطوا البنى التحتيه، لانه كيف نحن نبدا في التعليم التكنولوجي والتعليم الاكاديمي الممكن يسري ويساهم في التطور في تقنيه المعلومات. من الباب ده نحن بنقول للمسابقه ولشبابنا في المسابقه ابدوا نحن معاكم. سودتيل معاكم في تكريم الاوائل، سودتيل معاكم في تقديم خدمات الانترنت، سودتيل معاكم في كل النواحي اللي انتم ممكن تطرقوا لها. ونحن شاكرين لكم جزيلا والسلام عليكم.